اهلا وسهلا بيكو، انا محمد عادل وده توتوريال جديد ليا معاهم. طيب النهارده هوريكو كرييتيف فيجوال سيمبل جدا، فكرته عن السن بلوك. طيب فكره الموضوع ببساطه، واحده ست قاعده وحواليها بابل بتحميها من اشعه الشمس ديت. تعالوا نشوف مع بعض ايه اللي اتعمل في الفيجوال. طبعا اول حاجه انا بفتحها الفوتوشوب، ده الشكل النهائي بتاع الفيجوال. اوكي طيب هنبدا. اول حاجه طبعا زي ما احنا عارفين كلنا المقاس الاول اللي احنا هنشتغل عليه بنحدده. طبعا انا هعمل حاجه للسوشيال ميديا، فانا محتاج ان انا احط النسبه بتاعه السوشيال ميديا سواء فيسبوك بوست او حاجه للانستجرام للتويتر لاي ابلكيشن انت بتتعامل معاه. طيب انا السايز اللي انا هشتغل عليه 1600 × 1200، طبعا يفضل الريزولوشن بتاعي يكون 300. اوكي ممكن نسمي الفايل سان بلوك. اوكي طيب انا عندي هنا بعض الماتيريالز اللي انا بستخدمها، ممكن حاجات زي كده، ممكن طبعا اخد الحاجة زي ما هي وممكن اوريكم برضو بعض الستيبس. انا هنا مثلا اللون اللي انا بتعامل معاه هو الاورنج، ممكن اخد درجة اللون دي زي ما هي كده مثلا واحطها هنا على الباك جراوند، وممكن اختار اللون اللي يريح عيني. بمعنى ايه؟ انا حاسس ان هو اللون محتاج يبقى اورنج شوية، ممكن استخدمه كده مثلا. اوكي ممكن نهديه سنة بسيطة. ماشي طيب بعد ما عملت الستيب ديت عشان هي فلات هضطر ان انا اعمل لايرز فوقيها بالشكل ده وبالبراش تول، وبختار في نفس درجة اللون وافتحها شوية. تمام نعمل الدرجة ديت بالبراش حاجة زي كده مثلا وكمان تي نكبرها شوية بالشكل ده، وممكن نستخدم فيها البلندنج مود. ممكن مثلا درجة زي ديت سوفت لايت ونهديها سنة بسيطة. طبعا في فروق ممكن تبقى حاسسها مش مؤثرة قوي، بس هي في الحقيقة هي افكتيف جدا في الشغل اللي انت بتعمله بعد كده او في الفايناليزنج عامة وانت بتقفل. طيب اوكي نرجع للبراش تاني ونعمل لاير جديدة ونخش على درجة افتح شوية برضو بالبراش تول نكبر. ممكن نخليها هنا مثلا سوفت لايت، ولو حاسس ان الدرجة ديت عايز تتظبط شوية ممكن اخش على البلور جاوزن بلور. اوكي درجة تانية هفتح شوية، ممكن درجة الأبيض أبيض بقى خالص، ممكن الشكل ده. كده مثلا مين هديها شوية. كده مثلا طيب أنا دلوقتي أنا عندي أرضية، أنا بعد ما عملت الليارات ديت عندي أرضية أوريدي موجودة حاجة زي دي هستخدمها، بس انا عايزها تماتش مع درجة الاورنج. اوكي هناخدها ونحطها في الارضية ونكبرها بالسايز اللي احنا عايزينه، او ممكن نغير كمان في السكيل لو احنا حابين. يعني انا لو حاسس ان انا الدنيا مظبوطة عندي وعايز بس اغير في السكيل مفيش اي مشكلة. اوكي وبعدين بدوس في وبغير في البلندنج مود بالشكل ده. تمام ممكن تخليها مالتبلاي، ممكن تغير برضو فيها لحد ما توصل لأنسب درجة ملائمة لرؤيتك. اوكي نغير في البلندنج مود لحد ما نوصل للدرجة اللي احنا عايزينها. طيب احنا عندنا المالتبلاي طبعا كويس، بس زي ما احنا شايفين المالتبلاي مدي درجة بلاك شوية في الخلفية، فاحنا مش عايزين ده، احنا عايزين درجة تكون منورة سنة وتكون سيمبل. ممكن درجة زي الكالر بيرن
او ممكن linear burn. اوكي بس انا عندي الحتة ديت بس هتبقى منورة شوية فانا احتاج ان انا هديها. اوكي هنعمل ماسك للاير دي والبراش تول ممكن نهدي الجزء اللي باين قوي من الخط ده. اوكي ماشي دي بالنسبه لي كده الباك جراوند. ممكن نرتب الحاجه برضه عشان ما تلخبطش. اوكي طيب تعال نشوف الماتيريالز التانية اللي عندنا. تعال نشوف حاجة زي كده. طبعا معظم الحاجات انا اوريدي فككها وحطيتها علشان ايه مختصر عليكم الوقت. طيب دي حاجة كانت تأثير مية وعملت له بليندنج مود على الأرضية. اوكي خدت بس التأثير بتاع المية دوت كصورة وحطيته على الأرضية وغيرت شوية في البليندنج مود بحيث ان هو يديني الشكل يعني او التأثير اللي موجود قدامكم ده. طبعا في حاجات طبعا تبقى محتاجة انها تتظبط. طبعا ممكن نفنش فيها براحتنا زي ما احنا عايزين ونغير فيها اكتر. ممكن نديها درجات غوامق. ممكن ناخد من الارضية برضو درجة تانية ونغير فيها. طبعا انا بحب العب في الالوان كتير جدا لحد ما اوصل لانسب مرحله او اكتر حاجه ملائمه للعين. يعني انا شخصيا لما برتاح للمرحله ديت خلاص انا بعد كده بستقر على اللون ده وببدا اكمل عليه او بشتغل عليه. طيب انا عندي هنا في شويه شوائب هبدا اشيلها. بعد كده ببدأ أشوف إيه العناصر التانية اللي عندي. تعالوا نشوف آيتم تاني. طيب عندنا البنت ديت. أوكي طبعا هبدأ أظبط في الشادوز بتاعتها. ممكن نستخدمها هنا على طول يعني ممكن نظبط الشادوز بتاعتها وممكن نظبطها هنا على طول يعني ممكن أعمل لها اللايرز بتاعتها هنا على طول. طيب أنا بعمل نيو لاير وبالبراش تول وبستخدم درجة الاسود او ممكن استخدم درجة الاورانج اللي انا استخدمها جوه. لو حابين ده ممكن نستخدم البنت على طول هناك. طيب تعالوا ناخد البنت هنا. طيب انا في مشكلة اخدت بالي منها هنا كنت اعملها. طيب تعالوا ناخد البند ديت على هناك ونصغرها شوية بالشكل ده. كده مثلا عايزين ننزل دول شوية. اوكي تمام. بعد كده ببدأ أظبط الإضاءات بتاعتها والألوان بتاعتها. طبعا أول حاجة خالص تعال نعملها في جروب نسميها جيرل مثلا. أوكي وأول حاجة خالص بالنسبة لي أنا ممكن أخد الدرجة نفسها اللي في الباك جراوند وأحطها عليها بحيث إنها تدي
التأثير بتاع الخلفية. طيب ممكن درجة زي كده مثلا، ممكن أديها كلها نفس اللون ماشي، ونغير في البلندنج مود بحيث إنه يديني أكتر درجة متناسبة مع الخلفية. تمام، أنا ممكن أستخدم color وممكن أهدي فيه سنة بسيطة بالشكل ده كده كده. تمام، وطبعا بعمل لير تانية تحتها بدرجات الشادوز بتاعتي. طيب احنا حابين نستخدم درجة الاسود على طول مفيش مشكلة، حابين نستخدم درجة الاورنج برضو مفيش مشكلة. تعالوا نستخدم الاول درجة الاورنج. ممكن ناخدها كوبي على طول ونحطها هنا ماشي. عندي الجزء ده كله طبعا هيحتاج ان هو يغمق، هدي لير جديدة وآخد نفس الدرجة، الدرجة الغامقة بتاعتي، وهعكسها شوية على البشرة. بالشكل ده. اوكي، ممكن نعمل واحدة تانية كوبي برضو من دي. نخليها هنا. طيب دي درجة الغوامق المتوسطة. في درجة الغوامق اللي هي بقى هي ممكن تغمقها قوي، اللي هي درجة الاسودات، محتاجين نحطها. اوكي، هعمل لير جديدة ونفس الكلام، بس بدل اللون دوت هخليه درجة اسود. ليه؟ علشان يبقى باين التأثير نفسه او درجة الغمقان نفسها بتاعت البنت. اوكي، هنعمل لاس كيو، اكبرها شوية. بالشكل ده، وطبعا هنديهم بلندنج مود عشان ما ينفعش يبقى اسود قوي بالشكل ده. بلندنج مود اصلا اداني لون تاني خالص مش درجة الاسود اللي انا كنت عايزها. طيب احنا ممكن نخليها زي ما هي ونقللها سنة بسيطة، نخليها نورمال ونقللها سنة بسيطة، ونعمل منها كوبي برضو للحتة دي. بالشكل برضو نفس الكلام هيتطبق على البشرة نفسها بتاعتها. هاخد درجة اللون بتاعت السودة وهبدأ احطها على الحتت اللي تحت، بس انا هدي بس الاول اللون اللي هنا ده. اوكي، وادي درجة الاسود سنة بسيطة قوي على البشرة. اوكي، ماشي، نزود برضو شوية ألوان تاني، غوامق تانية. نجرب البلاندنج مود. هنهدي ده سنة بسيطة.
تمام، هبدأ بعد كده برضو أغمق أكتر في الأرضية لحد ما أوصل لأنسب درجة متلائمة مع انعكاسها على الأرض. طيب هنصغر برضو دي. دي المرة دي هتكون أكبر شوية. نعمل منها كوبي. طبعا كل ما احس ان انا محتاج غوامق اكتر كل ما بعمل غوامق لحد ما احس ان الدرجة يعني 100% مظبوطة مع الارضية بتاعتي. اوكي طيب دلوقتي انا حاسس ان الحتة دي مفصولة شوية، فهبدأ ان انا برضو اغير في الالوان بتاعت دي. ممكن اعملها بالشكل ده. اوكي بدوس كوماند يو وبغير في الالوان بتاعتي وببدأ العب في الماسك بتاعتي اللي هي بتاعت الهيو ساتوريشن. اوكي طبعا انا بالنسبة لي كل الجزء اللي فوق مش محتاجه فهشيله خالص. بالشكل ده. تمام كده انا بدأ يبان عندي شوية ان انا الحتة دي ظبطت اكتر. طبعا في حاجات كده بتحتاج تنورها كأنك ترسمها علشان تبقى طالعة بشكل أفضل. اوكي تعال نشوف كده. في فرق طبعا. طيب انا وصلت للمرحلة دي ممكن ابدأ ازود حاجات تانية. ممكن نعمل اوتر جلو مثلا. الاوتر جلو دوت انا عايزه بس يكون مؤثر في الحتة اللي فوق والحتة اللي تحت ديت امسحها. طيب ممكن نصغره سنة ونهديه سنة بسيطة برضو. ماشي وفي برضو انر جلو بس الانر جلو هيبقى خفيف بالشكل ده. اوكي هنعمل كليك يمين وكرييت لاير. عمل لي البلندنج بتاعتي حولها لي layers. طيب انا عندي الحاجات دي هبدأ امسح فيها. يعني مبدئيا انا كل اللي تحت ده مش عايزه. اوكي والجزء اللي فوق مش محتاج الاجزاء اللي تحت هنهديها خالص. ممكن اهدي سنة بسيطة في اللي فوق برضو وعند الايد. تمام طيب انا عندي الشكل ده ممكن اوصل برضو لحد اقصى مرحلة ترضيني. يعني ممكن اغمق شوية الجزء اللي تحت ده. blending mode و overlay.
هديها سيف. تمام. بعد كده انا عندي الشكل بتاعي اللي هو البنت ده، ممكن ابدأ اشوف ماتيريالز تانية عندي. ممكن عندي برودكت زي ده في الحاجة اللي احنا مش محتاجينها، عندي برودكت زي ده طبعا هحتاج ان انا اوظفه في مكان بشكل لطيف. خلينا نعمله طبعا سمارت اوبجكت عشان لو احتاجنا بعد كده ان احنا نعمل الفايل للطباعة او اي حاجة يبقى عندنا الفايل الاصلي او المساحة الاصلية بتاعتي. تمام، ده البرودكت بتاعي. ممكن نخليه جنبها هنا مثلا بطريقة معينة. اوكي، طبعا ده هيبقى اغمق من الدرجة بتاعت البنت، فانا بالنسبة لي هبدأ اديله درجات غامقة. اوكي، وهاخد تون غامق، ممكن درجة الاسود. وأضيفها بالشكل ده، أو ممكن أخد كوبي على طول من البنت وأحطها عند الخلفية بتاعتي. طيب خلينا نعمل blending mode بالشكل ده. اوكي، وهنا هبدأ ألعب برضو في الماسك بتاعي بحيث ان انا هنور الاطراف بتاعتي عشان هي ما تبقاش مظلمة قوي. طبعا انا كده كده عندي الاجزاء التانية مظلمة اللي هي جوه، والاجزاء اللي بره هتبقى منورة شوية علشان مكان الضوء بتاعي. اوكي، طبعا هنحتاج ان احنا ناخد نفس التون بتاعي اللي هو بتاع الخلفية، ممكن الدرجة ديت مثلا. خلينا نغير فيه، بغير طبعا لحد ما اشوف الدرجة المناسبة بالنسبة لي. انا المرة اللي فاتت استخدمت الكلر وقللت فيه سنة. اوكي، انا عندي برضو البنت الحتة اللي جوه شوية دي هتبقى غامقة، خلينا نغمقها سنة بسيطة. الجزء ده ممكن يبقى معتم شوية. نديله بلندنج مود. كده مثلا. طبعا لو عندي اي الوان هنا او اي حاجة هضطر ان انا اشيلها، ممكن اشيل الجزء ده. تمام، تعالوا نغمق سنة بسيطة برضو هنا تاني. بالشكل ده.
تمام. طيب ده كده اول برودكت. طبعا انا مش محتاج ان انا احط الشادو بتاعه تحته، لان انا كده كده عندي هو مستخبي ورا البنت فمش باين، فمش هتفرق معايا قوي. طيب خلينا نشوف برودكت تاني. ممكن حاجة زي كده. وخلينا نقفل الحاجات اللي احنا مش محتاجينها. ده انا مش محتاجه خلاص، وده انا مش محتاجه خلاص. هنصغر ده. بالشكل ده مثلا. وهنبدأ نديله نفس الدرجات برضو اللي احنا استخدمناها في البنت والجزء اللي ورا. طيب تعالوا نشوف مع بعض اللي احنا ممكن نعمله. هنعمل لها برضو جروب ونيو لاير ونربطها باللي تحتها. اوكي نعملها لينك. وهناخد من الالوان بتاعة الارضية. ازاي؟ هنحطها على ديت كده على طول. هناخد بالستامب تول مثلا ونختار على طول اللون بتاعنا ونحطها على البرودكت بتاعي. بغير طبعا في البلندنج مود طبعا اللي انا كنت عامله قبل كده في اللي فات الكالر، وهديت فيها سنه بسيطه فهي كده واخده الدرجه اللي هي الاورنج اللي احنا مستخدمينه في التاني. طيب طبعا الدرجات التونات اللي هي الابيض واسود او الدرجات الغوامق اللي احنا نضطر ان احنا نحطها عليها. قبل ما اعملها برضو انا لازم اتاكد ان انا هعمل اول كوماند يو والعب في الدرجات بتاعتي او الغوامق بتاعتي من خلال الساتوريشن بتاعي. اوكي تمام. وبعد كده ممكن نحط الغوامق اللي احنا عايزينها في الجزء ده كده مثلا. كل دي بالنسبة لي هتبقى غوامق، فممكن تبقى بالشكل ده. نعملها overlay ونهديها سنة بسيطة. تمام. وهنا هبدأ أمسح طبعا الأجزاء اللي أنا مش محتاجها. بختار اللون الأسود وببدأ أمسح الحتت اللي أنا كده كده هنورها. طبعا أنا كل ده عندي هنوره. بالشكل ده. اوكي طبعا في اضاءات وحاجات انا هضيفها هنا. ممكن اوتر جلو، ودي الاوتر جلو. برضه هنشيل الجزء اللي فوق والانر جلو. اوكي وهنعمل كليك يمين كرييت لايرز وهنمسح في الاجزاء اللي تحت اللي احنا مش محتاجينها الشكل ده. تمام برضو نفس الكلام بالنسبة للاير اللي تحت. اوكي ماشي. في اضافة تانية ممكن اضيفها، ممكن اجي اعمل حاجة زي كده. انا طبعا هبقى عايزها قدام البنت، هيبقى افكت بسيط من نفس درجة الخلفية. ممكن نيجي نعمله هنا كده، يعني الحتة دي كده كده تبقى منورة. ونعمل blending mode بالشكل ده. برضو نفس الكلام بالنسبة لهنا. تمام تعالوا نشوف كده. طبعا كل اضافة انا بعملها بشوف حاجات تانية بيها بضطر ان انا
اظبط فيها او اغير فيها. ممكن اضيف اضافة برضو على البرودكت تاني. سوفت لايت. نفس الكلام هنا. وممكن ارجع برضو للتانية واعمل فيها نفس الكلام. كده مثلا. تمام. طيب البنت بالنسبة لي ممكن تبقى عايز الحتة دي تغمق سنة فهغمقها من الجزء ده. نعمل بلندنج مود. طيب بعد كده ممكن أبدأ أشوف حاجة تانية أضيفها. تعال نشوف حاجة زي كده مثلا تبقى عاملة ازاي. دي البابل اللي احنا نحطها على البنت بحيث ان احنا نقفل عليها الشكل كله. نصغرها شوية. بالشكل ده. ممكن نصغر ده شوية بالشكل ده. تعال نشوف عاملين ازاي. اوكي. طبعا انا لو في شوايب او في حاجات مضايقاني ممكن اظبطها شوية بالبرش. كده مثلا. وممكن نعمل ديت سكرين مثلا. تعال نشوف الاول البلندنج مودز اللي عندنا. طيب هي سكرين عامة احسن حاجة. ممكن بقى نبدأ نغير فيها. طبعا ممكن نجرب كوماند يو نشوف الحاجات التانية احنا لو غيرنا فيها اي حاجة ايه اللي ممكن يحصل. طبعا لو عملت كده بتهدى شوية. اوكي. وفي نفس الوقت ممكن اديها حاجة مثلا غوامق شوية تحت. تعال نجرب كده تشوف هيبقى عاملين ازاي. طبعا لما بحط السودات من تحت بتبدأ تغمق سنة. طبعا اكشلي انا كل ده ممكن اغمقه سنة بسيطة بحيث ان هو الحواف بتاعتها تختفي وتبقى باينة انها طبيعية شوية. طيب نعمل لها جروب برضو.
اوكي نشوف ايه ايتمز تانية عندنا. طيب ممكن ناخد حاجة زي كده ونغير في البلندنج مود بتاعها، ممكن نخليها برضو سكرين ونكبرها شوية بحيث انها تتناسب مع الايدجز بتاعت البابل. اوكي تعالوا نشوف كده لما نكبرها شوية. طيب انا بالنسبة لي ممكن اخد حتة بسيطة جدا منها تعالوا نجرب نفلبها الاول. اوكي انا شايف دي مناسبة شوية ليا، بس هضطر ان انا امسح فيها اعمل لها ماسك وهمسح الجزء طبعا اللي تحت اللي انا مش عايزه. خلينا نمسح كل الجزء ده ونهديها سنة بسيطة بالشكل ده. اوكي طبعا انا بالنسبة لي الجزء اللي تحت لسه محتاج يتظبط سنة، ممكن اضيف له شادو، اختار الدرجة السوداء وبعمل دايرة. كده مثلا بغير في المود بتاعها لحد ما بوصل برضو لأنسب مرحلة ممكن تكون مريحاني. طيب تعال نصغرها سنة بسيطة. اوكي تمام تمام طيب انا عندي طبعا الجزء اللي تحت ده هيحتاج ان هو ينور، فانا عندي دول ودول ودول هخليهم في جروب. ممكن اعمل لاير فوقيهم بدرجة الضوء اللي انا عايزها. سوري نعمل لهم جروب ونعمل لير. ممكن ابدا اخد من الكالرز بتاعتي حاجه زي كده بحيث ان احنا نفيد شويه اللون بتاعها ونحسسنا ان هي جوه البابل ديت. هديها سنه بسيطه. ممكن اعمل واحدة تانية والجزمة مخصوص هي محتاجة تبقى مطفية خالص. يعني ايه؟ يعني انا ممكن اخد الدرجة دي كده واطفيها بالشكل ده. اوكي طيب كده بالنسبة لي بقت احسن شوية. طيب خلينا نبعد كده. تمام طيب تعال نشوف ايه ايتمز تانية عندنا. طيب دي حاجة تانية برضو ممكن نستخدمها، وبس احنا بنزود بيها السحب والحاجات اللي ورا البنت. ممكن ننزلها تحت سنة. طبعا انا بضيف سحب كلها عشوائية فممكن تبقى تختار حاجات احسن من كده.
طبعا يفضل ان انت ما تجيبش صحب نفس النوع ونفس الشكل، لا حاول تغير شوية في الألوان. طبعا بس عشان اقتصر برضو في الوقت جبت صحب معروفة يعني شكلها معروف وبسيطة. طيب تعالوا نشوف لو حطينا الرصة دي كده مثلا مع بعض. اوكي تمام. بعد كده ممكن نخش على المرحلة بتاعة الافكتس. ممكن طبعا انا دلوقتي انا ما عنديش ماتيريال تانية هضيفها، خلينا نقفل الحاجات اللي احنا مش محتاجينها. طيب بعد كده عايزين بقى نخش على مرحلة الافكتس. انا اكشلي ممكن ازود حاجة بس بسيطة، ممكن برودكت زي ده مثلا ممكن نكرره. اوكي نجيبه هنا عادي كأنها ماسكاه، ممكن بس يبقى في نوع من التغيير شوية بالشكل ده مثلا، ويخلينا ننور في الحتت اللي هي كده كده تبقى فاتحة. بالشكل ده ممكن ندي درجة غوامق برضو عند الصباع. كده مثلا اوكي. طبعا انا عندي الحتة دي حاسس انها محتاجة انها تتجسم شوية، فهدي ممكن درجة غوامق في النص لان كده كده لسعات الضوء حواليها، ممكن ادي درجة زي دي واهديها خالص. وممكن ابدأ ازود طبعا لسعات الضوء، طبعا عندي درجة الأورانج مش موجودة فهحتاج إن نحطها، احنا نستخدم color هنقللها. اوكي ونبدأ نفتح بس سنة بسيطة الأطراف بتاعتنا، نخليها فاتحة شوية. ماشي طيب هبدأ أخش في الحتة اللي هي بتاعة الفاينل افكتس. طبعا ده الافكت اللي أنا كنت عامله قبل كده. اوكي ممكن نقفل بقى الشغل بتاعنا، ممكن نجيب حاجة مثلا زي اللينس فلير، هختار باك جراوند سوليد وهحطلها لون اسود. بعد كده هخش على حاجة اسمها ريندر لينس فلير. اوكي طبعا انا هظبط الاضاءه بتاعتي حسب الشكل اللي انا عايزه، ممكن مثلا اخليها كده ونشوف هتودينا فين. طبعا احنا بنعملها سكرين. اوكي بس دي لسعة قوي وفي نفس الوقت مش في المكان اللي احنا عايزينه، فاحنا ممكن نظبطها تاني. لينس فلير نخليها هنا سنة ونصغرها شوية. اوكي سكرين. طيب مرة أخيرة
لينس فلير وي اوكي ونخليها سكرين. اوكي طبعا يعني بامكانك انت ان انت تزود او تقلل، طبعا يفضل ان انت تقلل عشان موضوع ما يزيدش عن حد. اوكي طبعا عايز تضيف بقى افكتس ملامس اي حاجه مفيش مشكله. ممكن في الباك جراوند طبعا انا بعد ما وصلت طبعا لتقريبا الشكل اللي انا عايزه او الشكل اللي يرضيني انا بعد كده ممكن ابدا اضيف حاجات تانية، بس حاليا انا خلاص يعني ممكن مثلا دلوقتي ابدا اقفل، فممكن استخدم مثلا حاجه بسيطه. طيب احنا ممكن نخليها نورمال ونهديها شوية. بالشكل ده. اوكي. طيب حاجة تانية. انا ممكن اخد الجزء ده كله واعمل له فليب واحطه مع الارضية، بس انا I don't prefer لان الدرجه بتاعتي اللي تحت انا مش عايزها يكون فيها انعكاس قوي او ريفلكشن قوي. اوكي يعني انا ممكن اخد بكل بساطه اخد الجزء ده ممكن نعمله كده ونحوله مثلا لاسود. اوكي وبعدين ask you المنظر ده ونعكسه شوية مع اتجاه الشمس بالشكل ده. طبعا ده هحطه تحت خالص. soft light نهدي خالص و نديله سنة بلور، بس طبعا محتاج تعمله سكيو أكتر. كده مثلا ممكن سنة بسيطة بلور. جاوسن بلور. كده تقريبا. وي ماسك نهدي سنة بسيطة برضو الجزء اللي تحت ده. ممكن أضيف برضو واحدة تانية عشان يبقى أغمق سنة فوق وأمسح الجزء اللي أنا مش عايزه. طبعا انت ممكن تقعد تظبط لحد ما توصل للمرحله اللي انت عايزها وتخلي درجات الغوامق اللي تحت رجلها واضحه اكتر من كده مفيش اي مشكله. يعني ممكن اجي اعمل كده مثلا واكتر برضو شويه في الاسود الناحيه دي. تمام كده مثلا. وصراحة ممكن أغمق الجزء ده أكتر
طبعا بفضل اظبط لحد ما اوصل لاكتر مرحلة ممكن ترضيني. تمام، ممكن بس اظبط حاجة خفيفة هنا، ممكن ننزل سنة ده. تمام، اكشلي ممكن اغمق سنة عند رجل البنت سنة بسيطة. اوكي، طيب انا بعد كده ببدأ اقفل اللايرات بتاعتي. انا كده بالنسبة لي تمام، ممكن ابدأ اقفل اللاير بتاعتي كوماند الت شيفت اي، وبعدين بخش على فلتر كاميرا رو فلتر، واول حاجة طبعا زي ما قلنا بدوس اوتو علشان يجيب لي الدرجة بتاعت الشمس، هل هي زيادة ولا خفيفة. طيب هو شايف ان انا عندي الاضاءات قوية قوي فمحتاجة تهدى، فممكن نمشي عليها سنة بسيطة. يعني انا عندي الاكسبوجر ممكن اخليه ماينس 10، اخلي الكونتراست زي ما هو، الهايلايت طبعا ممكن اقلله، الشادوز ممكن تخف سنة بسيطة، والوايتس خلينا شوية، ممكن البلاكس نزودها سنة بسيطة. اوكي، هو على الفايبرنس. انا طبعا انا يعني بشوف هل مناسب اللي هو بيعمله ولا لا، وببدأ اعدل عليه، طبعا بيكون اسهل بكتير. طيب الهايلايتس برضو تمام 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 اوكي، وبعد كده ممكن نشوف الديتيلز، طبعا محتاجة تفاصيل اكتر، ممكن نعلي الاماونت بتاعها شوية عشان الوش يبقى واضح. اوكي، ونبدأ نغير برضو في الاورانجات بتاعتنا. لو انا حاسس ان الاورانج فاقع قوي او عايز يزيد، ممكن ازود سنة احمر، ممكن اطفي السنة في الاصفر. اوكي، ممكن نخش في الساتوريشن برضو، لو حاسس ان الاورانج زايد قوي ممكن نهديه، الاصفر ممكن يهدى سنة بسيطة. طبعا هنا الالوان بتاعتي ممكن تتغير تماما بشكل حسب المود اللي انت عايزه. اوكي تمام، طيب ممكن نزود هنا غوامق سنة بسيطة، ممكن نقفل سنة عليها. طبعا كل الحاجات اللي انا يعني بشرحها دلوقتي معظمها انا شرحتها في الحاجات اللي فاتت، فانا بحاول انجزها عشان بس نبقى مقتصرين في الوقت شوية. تمام، طبعا في فرق شاسع من كده لكده، ممكن اعمل لايرز تانية عليها color lookup مثلا، نعمل color lookup تاني. اوكي، وممكن نشوف ال selective color برضو، ممكن نغير سنة في الأحمرات لو الأحمرات مضايقاني، عايز أضيف سنة بسيطة تون بنفسجي، عايز اغمها افتحها. طبعا كل الكلام ده حسب رؤيتك انت تقدر تلعب فيها. انا شخصيا انا بماتش الالوان مع اللي يريحني، وانس ان انا ارتاح سنة بسيطة او عيني ترتاح خلاص انا كده بالنسبة لي برضه باللون، وببدأ اخش في حاجة جديدة. اوكي، تمام، ممكن بعد كده نعمل سوليد كولر عادي. اوكي، واعمل سوفت لايت واهدي سنة بسيطة، في فرق طبعا، كل حاجة انت بتحطها بيكون في ليها تأثير وبيكون في فرق اوضح بكتير في الخطوة اللي بعدها. اوكي، ممكن نلعب شوية في الليفلز لو في حاجة طبعا مضايقاني سنة بسيطة.
تمام. ممكن اقفل اللاير تاني وممكن اعمل هاي باس بالشكل ده واحولها لينير لايت. تعال نشوف كده. طبعا ما يفضلش ان انت تزود قوي في الهاي باس بتاعك عشان الملمس بتاعه بيبقى شاربن قوي، فاحنا خلينا في حاجة بسيطة ممكن تبقى بالشكل ده. طبعا طبعا مع الحجم او المساحة بتاعتك تبقى باينة انها حاجة خفيفة جدا. طيب تعالى نعمل لير تانية اخيرة ودوس شيفت ديليت. اوكي ممكن بعد كده نحط الجراي تمام ونعمله قلنا قبل كده ايه لينير لايت تمام، وابدأ استخدم الدوج ام بيرن بتاعي اللي هينور ويوضح الحاجات بتاعتي. طبعا الجزء ده انا ممكن خليه ينور، كل ده ممكن انوره. طبعا الحاجات ديت انت ممكن تعملها بدقة عالية جدا، يعني ممكن تغير بيها كل حاجة، ممكن تعملها حاجة خفيفة جدا 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 ما فيهاش اي مشكلة. انا بالنسبة لي انا بنور يعني تنوير خفيف قوي. اوكي طبعا الجزء ده ممكن اغمقه زي ما انا عايز. اوكي طبعا في فرق. تمام طيب هزود شوية بس بسيطة بيرن دوج قصدي. طبعا انا بزود شوية في الحتة ديت عشان يبان ان هو ضوء الشمس قوي فمنورها جدا. طيب تشوف كده قبل وبعد. وبعد كده ممكن طبعا لو عندي اي تكست، يعني ممكن تكست زي ده هو بس تكست والفريم بتاعه، ممكن ناخدها ونحطها ونشوف هتدينا ايه كده مثلا. بس طبعا الفريم دوت معمول ازاي، هو خط كده وخط كده والفراغ، يعني اعتقد ان هي سهلة مش محتاج ان انا اشرحها يعني. اوكي بس كده. وبكده يا جماعة اكون وصلت لاخر حلقة. حابب ان انا اشوف ارائكم، حابب ان انا اشوف كومنتاتكم، ولو في اي افكار، لو في عايزين حاجة نجربها مع بعض او فكرة نجربها مع بعض مفيش اي مشكلة، يا ريت تكتبوها لي في الكومنتس اللي تحت. وان شاء الله اشوفكم في حلقة جديدة مع محمد عادل من هوك. شكرا لكم.